طبعا، واليوم يسعدنا ان ينضم لنا رئيس جامعه الطفيله التقنيه الدكتور بسام زعل المحاسنه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك دكتور. اسعد الله صباحكم وصباح الوطن الجميل وصباح مشاهديكم. يعني دكتور، منذ تاسيس هذه الجامعه لغايه اليوم شهدت تطور كبير في عده قطاعات وفي عده مجالات، والجامعه نفسها تطورت خلال هذه السنوات. نتحدث عن اهمها وهذا ما ساهم في رفع اعداد الطلبه ايضا في الجامعه. يا سيدتي، جامعة الطفيلة التقنية يعني بدأت بداياتها ليس كجامعة وإنما كانت ككلية متوسطة، كلية مجتمع متوسط، في العام 86. بال 87 بدأت تدرس على مستوى الدبلوم. بال 97 انضمت إلى كأحد كليات المجتمع لجامعة البلقاء التطبيقية حين تأسيسها، ومن ثم يعني كبرت شوية، و في تاريخ 17/1 كما تفضلتم 2005 كانت أول جامعة أنشئت بإرادة سيدنا، وكانت أول جامعة حكومية كجامعة تقنية. وبالتالي هذه الجامعة يعني أنشئت على أساس أن تكون جامعة تقنية تعنى بالتخصصات التقنية، تعنى بالتخصصات التي تفيد الصناعة وتدخل في الصناعة. هذه الجامعة يعني كانت ككلية، الآن الحمد لله جامعة فيها 6 كليات: كلية الهندسة وكلية العلوم وكلية التكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى 3 كليات أدبية اللي هي الآداب والتربية والأعمال. صحيح. الحمد لله رب العالمين، هناك اهتمام كان في البنية التحتية، فعندنا أصبح 6 أبنية ل6 كليات هذه، بالإضافة إلى مجمع رياضي، وهذا المجمع الرياضي في كثير من الملاعب، عندنا مسبح نصف أولمبي كمان، ويعني كثير من الفعاليات ومن الاهتمام في الجامعة. الجامعة من ما تدخلها لغاية ما تنتهي فيها كونكتد على الواي فاي، كاميرات كلها يعني إلكترونيكس في الجامعة، بحيث يكون في هناك بيئة آمنة، بيئة يعني مناسبة للطلاب يدخلوا ويخرجوا بهدوء بدون مشاكل. صح. ويعني الحمد لله أعضاء الهيئة التدريسية عندنا تقريبا 263 عضو تدريسية و 624 موظف إداري. الجامعة بدأت يعني بأعداد بسيطة من الطلاب، الآن جامعتنا فيها 9200 طالب، الطاقة الاستيعابية لغاية الآن اللي هي تقريبا حوالي 11000 طالب. يعني التطورات في الجامعة بشكل متسارع، عمرنا 19 سنة، نبدأ إن شاء الله يعني منتصف هذا الشهر بإذن الله بالسنة 20 إن شاء الله. فإحنا نقول بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك أولا ألف مبارك وإن شاء الله بالعمر الطويل، ونقول إن شاء الله أن جامعتنا تكون يعني على قدر المسؤولية إن شاء الله، ونظرا أنها أول جامعة تقنية في عهد سيدي جلالة الملك. أكيد. يعني دكتور، يعني قديش احنا فخورين بكل هذا الإنجاز وهذا الجهد المبذول، وبإذن الله كنا عن ثقة جلالة الملك بخدمة الأردن والأردنيين. طبعا الرؤى الملكية من خلال إنشاء مثل هذه الجامعة، وعندما نتحدث عن تقنية، عن صناعية وكل هذه التفاصيل التي نتحدث فيها لتهيئة وتجهيز شبابنا لمواكبة ودخول سوق عمل، يعني بعيد عن التخصصات الراكدة، بعيد عن التخصصات التي يمكن اليوم لا تلبي مثلا سوق العمل، لكن مثل هذه التقنيات تواكب كل ما هو جديد. رسالة مهمة، رسالتك للشباب، قديش مهم ندرس هذه التخصصات، نهتم في هذه التخصصات حتى نكون قادرين على بناء بلدنا وبناء نفسنا أيضا من خلال أسر تبني مجتمعاتنا. ماذا نقول؟ يا سيدي، رؤية الجامعة وبنية الجامعة بنيت على أساس تقني، وبالتالي نحن منذ اليوم الأول نهتم بالتخصصات التقنية. لذلك الشباب الآن والعالم يسير باتجاه التقنية، باتجاه الكمبيوترات، باتجاه الروبوتكس. أنشأنا كثير من التخصصات اللي لها علاقة بالتقنية، وأصلا هي الجامعة التقنية. هناك تخصصات في الذكاء الاصطناعي، هناك تخصصات في الأمن السيبراني موجودة. الآن احنا في صدد إنشاء كمان برامج جديدة بإنترنت الأشياء. حلو. يعني الآن الكل يتكلم بالذكاء الاصطناعي. عندنا كثير من التخصصات، إن كان في كلية الهندسة وإن كان في كلية الـ IT. نحن نريد أن تكون هذه الجامعة منارة
نريد أن تكون هذه الجامعة جاذبة للطلاب بالتخصصات اللي غير موجودة في الجامعات الأخرى شقيقاتها، ونريد أن نكون طرف في الإسهام بأعداد الحاصلين على وظائف مستقبلية، وليسنا طرف في يعني زيادة عدد العاطلين عن العمل. لذلك احنا نوجه الشباب اليوم للتخصصات التقنية، وجلالة الملك يوجه الشباب بهذا الاتجاه. الآن عندنا كمان كثير من البرامج التدريبية بنأهل فيها طلابنا قبل ما يتخرجوا حتى يكونوا مؤهلين لسوق العمل. واحنا قريبا ان شاء الله في عندنا وركشوب او يعني مؤتمر مصغر سندعو فيه ان شاء الله ارباب الصناعات مثل الفوسفات، البوتاس، الاسمنت الى اخره من هذه الشركات خلينا نقول اللي يعني لها اسمها ولها وضعها في البلد، وان شاء الله نحن وهم نضع النقاط على الحروف للبرامج المستقبلية اللي إن شاء الله سننشئها في جامعة الطفيلة ولن تكون موجودة في الجامعات الأخرى، بحيث تكون جامعتنا جاذبة، نزيد عدد عدد الطلاب في الجامعة، وإن شاء الله يكون تجاههم باتجاه التقنية.